اليوم نبلش بموضوع جدا سهل وممتع اصلا. شو الموضوع اللي نحكي به اليوم؟ اليوم نبلش اول شيء بالبدايه بموضوع صغير جدا اسمه الماده المتردده او الماده الانفوتري. شو قصه الماده المتردده او الماده الانفوتري؟ تعالوا شوفوا معي. شوفوا يا ابطال، احنا اذا بتتذكروا كان في عندنا سؤال بالزمانات، كنا نقول نقدر نحول الحمض الى قاعده، وحتى نقدر نحول الحمض الى قاعده مرافقه، هي هون مثلا كان في عندنا حمض وهون في عندنا القاعده المرافقه تبعته. هي المي H2O هي حمض. مثلا لما كان بدنا قاعدتها المرافقه شو كنا نعمل؟ كنا نسحب منها H ونقلل الشحنه فنكتبها على شكل OH-. لو كان في عندي H3O+ هو الحمض، كانت قاعدته المرافقة نسحب H ونصغر الشحنة درجة، يعني نكتبها على شكل H2O. لو كان الحمض هو عبارة عن H2SO4 وبدنا نطول قاعدته المرافقة بنسحب H فبصير HSO4 الماينس. ولو كانت الحمض هو HSO4 الماينس وبدنا قاعدته المرافقة فكنا نسحب H ونصغر الشحنة فبتصير SO4 الماينس 2، وكمان H3PO4 بدنا نقول حمض فهو H2PO4 الماينس، نسحب كمان H2PO4 الماينس كانت تصير HPO4 الماينس 2 وهكذا. حس إذا بديجي مندقق شوي على الرموز الموجودة قدامنا، في عندي بعض المواد قاعدة بتسلك كحمض وتسلك كقاعدة في آن واحد، يعني بمعنى آخر هي نفسها حمض هي نفسها قاعدة. يعني مثلا المي هيها موجودة بالحموض هيها موجودة بالقواعد. هذا الأيون فرجوا HSO4 الماينس هو حمض وهو نفسه عبارة عن قاعدة. هون هو نفسه حمض وهو نفسه أيضا عبارة عن قاعدة. إذن في مواد هي نفسها بنفس شكلها تسلك كحمض في تفاعل وتسلك كقاعدة بتفاعلات أخرى. هاي المواد اللي بتنفع تكون حمض وبتنفع تكون قاعدة يطلق عليها اسم مواد مترددة أو أنفوتري. هاي المواد المترددة الأنفوتري هي مواد تسلك كحمض في تفاعلات وتسلك كقاعدة في تفاعلات أخرى. مين هي هاي المواد؟ أول حالة فيهم إذا بتدققوا شوي هي عبارة عن المي H2O. المي بزبط، غير المي. تعالوا نتفرج على هذول المثالين. لاحظوا شو في عندنا فيهم H وشو عليهم شحنة ماينس، فاللي عنده H وماينس أيضا عبارة عن مادة مترددة. أنا ما بهمني تكون H واحدة ولا أكثر من H، ما بهمني تكون ماينس 1 ولا أكثر من ماينس 1، المهم عندها H وماينس. ما عدا تعالوا خلينا نشوف شو المواد الأنفوتري. هي المواد التي تسلك كحمض في تفاعلات و كقاعدة في تفاعلات أخرى ويطلق عليها اسم مواد مترددة. أنفوتري أو متردد، هي مترددة تروح حمض تروح قاعدة. وهي أول حالة المي وجميع الأيونات التي فيها هيدروجين، أيون في هيدروجين يعني هي H وعنده شحنة سالبة. هسه يا أبطال لأنه عنده H سهل جدا أنه يمنح هذا البروتون، واللي بيمنح البروتون يعد حمض، عندها إشارة ماينس فبالتالي سهل جدا إنها تستقبل البروتون، وإذا استقبلت البروتون أيضا تعد قاعدة. فاللي عنده H ماينس أيضا مادة مترددة. ما عدا، ركزوا لي على هاي الكلمة، ما عدا OH الماينس وجميع القواعد المرافقة للحمض الكربوكسيلي مثل HCOO الماينس CH3COO الماينس. بمعنى آخر اي شيء بالدنيا عنده COO الماينس. فاللي عنده COO الماينس هي قواعد مرافقه للحمض الكربوكسيلي، والاو اتش هاي تعد قواعد فقط. شو هاي تعد قواعد فقط، يعني لما تشوفوها تعد قواعد. وبالمناسبه هذا الموضوع كل دوره امتحان لازم يجي عليه سؤال، يعني بمعنى اخر هذه الماده المتردده الانفوتري هي مش سؤال متوقع، هاي سؤال ثابت كل دورة امتحان. كيف الأسئلة؟ هسه بورجيكم كيف الأسئلة، بس إنه المهم
لازم يجيني سؤال على المواد المتردده والانفوتري. ما في مجال يعني، هاي الاسئله خلص من المواضيع الثابته. مين هي؟ المي وجميع الايونات السالبه اللي فيها اتش. بس مره اخيره، ما عدا او اتش وجميع القواعد المرافقه للحمض الكربوكسيلي. تمام، وصلت هاي الملاحظه. دونوا عندكم هيك هاي الملاحظات، وتذكروا انه هذول بس قواعد. شوفوا لي هون، هاي سؤال. أي من المواد الآتية أنفوتري؟ أي منها متردد؟ أي منها يسلك كحمض ويسلك كقاعدة؟ هيك الأسئلة. نبلش فيهم واحدة واحدة. هاي مترددة ولا مش مترددة؟ هاي موسى. شوف. حلو. صح، مترددة. H2SO3. هاي بيان. لا، أحسنتي، هاي المادة مش مترددة، هاي المادة عبارة عن حمض، برافو. طيب HSO3 الماينس تنفع تكون مترددة ولا لا؟ H وماينس، H وماينس آه بتنفع، إذا هاي مادة مترددة. SO3 الماينس 2 في عندها H؟ لا ما عندها H، بما أنه ما عندها H إذا ما بتنفع تكون مادة مترددة. SH الماينس آه بتنفع تكون مترددة، أنا ما بهمني الاتش تكون بالأول ولا تكون بالآخر، أنا المهم عندها اتش. HCO3 الماينس نعم تنفع تكون مادة مترددة. OH الماينس لا، هون لا، هاي ما بصير تكون مترددة، هاي بس عبارة عن قاعدة. طيب HCOO الماينس مادة مترددة ولا مش مادة مترددة؟ يلا سبقوني. صح، برافو، هاي المادة عبارة عن قاعدة فقط. طيب HCO2 الماينس شو؟ مادة مترددة ولا لا؟ اها هون هاي فخ، ديروا بالكم توقعوا فيه. هاي ال HCO2 الماينس ترى هاي نفسها هاي H H C C، هنا O2 هنا OO، هي نفسها، فبالتالي هاي عبارة عن قاعدة نفسها. C2H5COO الماينس احنا قلنا كل شيء بالدنيا عنده سي او او هو عباره عن قاعده. طيب نيجي هون يا ابطال، هون يا دكاتره، اتش بي او 4 ماينس 2 نعم اتش ماينس، اذا هاي بتنفع تكون متردده. سؤال من اسئله الوزاره المكرره حتى اذا منه الدوره هاي بالضبط. اي من المواد الاتيه لا يعتبر انفوتري او متردد؟ اتش 2 او، اتش اس الماينس، اتش سي ار او الماينس، سي اتش 3 سي او الماينس. واحدة منهم لا تعتبر، هاي بتنفع، هاي بتنفع H ماينس، هاي بتنفع H ماينس، هاي عندها COO، إذا هاي اللي ما بتقدر تزبط إنها تكون مادة مترددة أنفوتري. دن إن شاء الله يا ربي دن. أنتوا لو إنكم حطوا الملاحظة فهمتوها سهل جدا نجاوب هذا السؤال. تعالوا خلينا نشوف هذا السؤال الثاني. خلينا نأخذ عليه أكثر من مثال. شوفوا يا دكاترة، أكتب معادلة تفاعل H CO3 الماينس مع كل من OH الماينس HNO2. هسه هاي المادة هي عبارة عن مادة مترددة، مادة أنفوتري. هاي المادة المترددة الأنفوتري بده إيانا مرة نفاعلها مع OH الماينس بمعادلة، ومرة ثانية نفاعلها مع HNO2 برضو بمعادلة. يعني نكتب معادلتين، المعادلة الأولى هاي الـ H CO3 الماينس بلس OH الماينس. شوفوا يا دكاترة، هاي مادة مترددة، تسلك كحمض، تسلك كقاعدة، مش هي اللي بتحكم المعادلة. نيجي بنتفرج على المادة الثانية اللي معها. إذا اللي معها كانت قاعدة بتصير هي حمض. إذا اللي معها كانت حمض هي بدها تصير القاعدة. هيك صارت لعبتنا. هاي أو اتش الماينس هي عبارة عن قاعدة. فإذا كانت هاي قاعدة المترددة هون بدها تسلك كحمض، ولأنها تسلك كحمض بدها تمنحها البروتون. منحت البروتون راح لغاد. شو ظل عندي؟ CO3 minus 2 plus هاي استقبلت HOH، HOH اها يعني صارت H2O. هاي أول معادلة، المعادلة الثانية هي نفسها نفاعلها مع هون. هاي الـ H بالمعادلة 2 CO3 minus زائد الـ HNO2. هاي بدها تمنح H ولا بدها تستقبل؟ بدي اعتبرها حمض ولا قاعدة؟ اعتمادا على هاي.
هاي المادة هي الحمض، إذا هنا صارت هاي القاعدة، إذا هاي الكريمة اللي بدها تمنح، هاي صارت تستقبل، فصارت هاي H2CO3 بلس، شو ظل عندي هنا؟ NO2 الماينس. تعالوا خلينا ناخذ مثال ثاني زيها. ناخذ كمان مثال آخر عليها. نفس الشيء، هاي سؤال. اكتب معادلة تفاعل H2PO4 الماينس عند التفاعل مع NH3 و HClO. مادة عندها H ماينس، إذا تنفع تكون مترددة. نفعلها مرة مع هاي ومرة مع هاي. نشوف أول معادلة. H2PO4 الماينس بلس NH3. هاي المادة هي القاعدة، إذا هاي تسلك كحمض، إذا هاي الكريمة بدها تمنح. راحت H واحدة. أما كم H عندها؟ ثنتين. أخذت منها واحدة، فتضل عندي هون HPO4 هي ماينس 1، وكل ما أسحب H كمان بصغرها درجة، يعني بدها تصير ماينس 2 زائد هاي استقبلت. بدها تصير NH4 بلس. دكاترة شوفوا، لازم مجموع الشحنات هون يطلع نفس مجموع الشحنات هون عشان أثبت معلومتي صح ولا غلط. ماينس 1 0، إذا هاي الجهة كلها ماينس 1. إذا شغلنا صح غادي يكون ماينس 1. ماينس 2 بلس 1، ماينس 2 بلس 1 ماينس 1، إذا هيك صارت صح. شيكوا دائما على المعادلة. المعادلة الثانية برضه هي نفس المادة H2PO4 ماينس بلس هالمرة HClO. تيجي تقولوا لي دائما بنحط سهم منعكس؟ طبعا لا، حسب المادة اللي بدها تتفاعل معها. إذا بدها تتفاعل مع قوي بحط سهم واحد، مع ضعيف سهمين. هسا المواد المتردده كلها بتكون دائما ضعيفه، بس مين اللي بتفاعل معها هو اللي قاعد بحكم المعادله. هسا القوي راح نحفظه ان شاء الله بالدرس الثاني، فلا تخاف ولا تقلق. هسا لانه هاي الماده حمض، هاي الماده قاعده، هاي بدها تمنح، فبدها تصير هون بدها تستقبل، بدها ترجع H3PO4 ومن دون شحنه، لانه هي ماينس 1 واجاها بلس 1 صارت 0. لاحظوا اللي اجاها ال H بلس زائد واحد وناقص واحد صارت صفر، زائد راحت ال H بلس تبقى CLO الماينس. هيك صارت المعادلة. هاي هوم وورك إلكم، واجب، وبدي أشوف الإجابات زي المرة الماضية. فعلا عجبتوني، نسبة كويسة من الطلاب والحمد لله رب العالمين بعثوا لي الإجابات، واللي بسطني إنه الإجابات تبعتكم هي أيضا كانت إجابات صحيحة والحمد لله رب العالمين. هاي واجب، أكتب معادلة تفاعل HS الماينس عند التفاعل مع N2H4 و H2CO3. تمام؟ حلوا الواجب وابعثوا لي اياه، ابعثوا لي اياه، وزي المرة الماضية بس اكتبوا لي الاسم واحكوا لي احنا من طلاب البطاقة عشان صراحة الواحد يميز. وشكرا لكم. تعالوا نرجع، هاي الموضوع فهمناه بكل حيثياته. بين اوجه القصور حسب مفهوم برونستد لوري. احنا مش كان في عندنا عالم ارهينيوس؟ مش اجوا بعديه برونستد لوري اكتشفوا اخطاء عنده؟ اجى لويس اكتشف اخطاء ومشاكل وعيوب عند برونستد لوري، فظهرت عيوب عند العالمين برونستد لوري. شو عيوبهم؟ اول واحده، مفهوم برونستد لوري لم يوضح كيفية ارتباط البروتون بالقاعدة. يعني بمعنى آخر، إحنا لسه ما حكينا عن مفهوم العالم لويس، هسه بعد شوية إن شاء الله بنحكي عن مفهوم العالم لويس. بالنسبة لمفهوم العالم لويس، ما في عنده أصلاً بروتون. التفاعل راح تشوفه بين الحمض والقاعدة هو عبارة عن عملية انتقال أزواج إلكترونية. زوج يروح لفلك. مين الفلك؟ مش مهم، مش شرط يكون بروتون. فبالتالي هون لما يوضح مفهوم برونستد لوري كيفية ارتباط البروتون بالقاعدة اللي راح يصير تستقبل هي اصلا الزوج الالكتروني. اثنين، لم يفسر تفاعل الحمض والقاعدة
التفاعل بصير بين الحمض والقاعدة الذي لا يشمل انتقال البروتون مثل تفاعل CO2 مع الماء. أبطال، حكيت لكم لسه بعدنا ما أخذنا مفهومه للعالم لويس. راح تكتشفوا أنه بمفهوم العالم لويس مش شرط الحمض يكون عند بروتون، يعني راح نكتشف أنه هاي CO2 أصلا هي حمض عند لويس طبعا. ليش؟ بعد شوي بنعرف. طب هاي حمض، وين البروتون اللي فيها؟ عشان هيك مفهوم برونسون لوري ما قدر يفسر. لاحظوا ثلاثة، لم يفسر تفاعل الفلزات الانتقالية مع الماء أو الأمونيا أو غيرها. في عناصر رح نتعرف عليها، فلزات انتقالية تحمل شحنات موجبة زي مثلا CO بلس 3 هاي تسلك كحمض، زي الـ Fe بلس 2 مثلا هاي أيضا تسلك كحمض. كيف بتتفاعل هاي الفلزات مع الماء؟ كيف بتكون المعقد الأيوني؟ هون العالمين برونسون لوري ما قدروا يفسروا لي اياها، فكانت هاي هي عبارة عن أوجه القصور وفق مفهوم برونسون لوري. راح تصير أوضح كثير إن شاء الله بس شوي لما نحكي بعد شوي عن مفهوم العالم لويس. شوفوا هون في عندنا موضوع هاي ركزوا لي عليهم كثير، الربط مع الصناعة. هاي الربط أنتم بدكم تحفظوهم، حابين تحفظوهم هسا تحفظوهم لبعدين، برجع لكم في البداية وفي النهاية، بس لازم تعرفوا لازم نعرفهم. الربط مع الصناعة، ثلاثي فلورال بورون بي اف 3 يحضر صناعيا بعده طرق، منها تسخين البورون مع معدن الفلوريت سي اي اف 2 بوجود حمض الكبريتيك، ويصنع منه ما بين 2300 الى 4500 طن سنويا. تخيلوا الكميه كثير كبيره، وهو غاز سام عديم اللون، يستخدم في تحفيز يعني تنشيط تسريع العديد من التفاعلات العضويه وتحفيز عمليات البلمرة للمركبات العضوية غير المشبعة. هاي مجرد معلومة لازم تكونوا يا أبطال عارفينها، فحابين تحفظوها هسا تحفظوها لبعدين برجع لكم. ها هاي مفهوم لويس، خنشوف شو قصته هذا صديقنا العالم. شوفوا يا أبطال شو قصة مفهوم حبيبنا لويس. كلياتنا بنعرف إنه في عنا بالدنيا إشي اسمه حمض، وفي عنا إشي ثاني اسمه قاعدة. الحمض هو اللي بيمتلك الفلك الفارغ، والقاعدة هي اللي عندها زوج من الإلكترونات غير الرابطة. هاي هي عبارة عن معلومة الحمض، وهاي هي عبارة عن معلومة القاعدة. حسب مفهوم برونستيد لوري اللي كنا نحكي فيه، كان الحمض هو الكريم اللي بمنح بروتون لهالقاعدة. هذا كان الشغل تبع برونستيد لوري، كان الحمض مانح للبروتون H بلس، والقاعدة مستقبل للبروتون H بلس. أجلوس مرة من المرات بهالليالي صار يصيح، هذول ما بفهموا، هذول غلطانين، هذول مش عارف شو، صياحهم عبي الحارة. رحت أنا وأكمل واحد من هالجيران من شان الله يلوس، بدنا ننام حل عنا. شو القصة؟ ليش بتصيح؟ ليش بتسب؟ مين هم اللي ما بفهموا؟ قال برونستيد لوري، ولك لو إيش ما بفهموا؟ شو عملوا لك؟ قال اسمعوا، لو هذا سلك كهرباء، شو اللي بده يمشي جوا السلك؟ واحد من الجيران يقول له كهرباء، طر. شو بدك اياه يلوس؟ سلك كهرباء، شو بده يمشي فيه؟ اكيد كهرباء. قاعد يحكي لنا لا، اللي بده ينتقل في سلك الكهرباء هي دائما الشحن السالبة، والشحنة السالبة هي عبارة عن الالكترونز، الالكترونات. يعني اللي بده ينتقل من النقطة A للنقطة B هي عبارة عن الكترونات. كلامه صح. طب عمركم سمعتوا سلك كهرباء بينتقل فيه افلاك فارغة؟ أكيد لا. عمرك سمعتوا سلك كهرباء بينتقل فيه بروتون؟ أكيد لا. إذا اللي بده ينتقل من نقطة إلى نقطة ثانية لازم يكون عبارة عن إلكترون. فإذا على أي أساس يا برونستيد لوري أنتم بتخلوا اللي بيمشي جوا هالسلك بروتون؟ على أي أساس بتقولوا إنه الفلك الفارغ هو اللي بده ينتقل؟ لا عمي، مش الفلك الفارغ بروح لعند الإلكترونات، ولا البروتون بروح لعند الإلكترونات، هذول ما بيمشوا بأسلاك. لحد يلوس شو اللي بيمشي بالسلك؟ لويس صار يحكي لنا الالكترونات هي اللي بتنتقل بتروح لعند الفلك الفارغ. هذا هو مفهوم لويس.
عكس اتجاه الحركة، يعني ظل الحمض عنده فلك فارغ، وظلت القاعدة عندها زوج من الإلكترونات غير الرابطة، بس بدل ما الفلك يروح لعند الزوج، صار الزوج الإلكتروني هو يروح لعند الفلك، فتغير المفهوم، صارت القاعدة مانحة لزوج الإلكترونات، والحمض مستقبل لزوج الإلكترونات. تمام؟ أي هاي فهمناها. نقطة ثانية، بعد ما عقلناه وسكتناه وقلنا له هذول الشباب ممكن يغلطوا عادي سامحهم، بلش رجع يسب مرة ثانية. شو؟ قال هذول الاثنين برونز سلوري، هم بيعتقدوا إنه ما عندي فلك فارغ بالدنيا إلا بس بالبروتون. والله كمان كلامه منطقي، يعني معقول ما في بهالدنيا كلها فلك فارغ إلا بس بالإتش بلس؟ أكيد في إشي ثاني يحتوي على أفلاك فارغة. هو بالنسبة إله أي إشي هذا القلم عنده فلك فارغ، إذن هذا القلم بعتبره حمض، مش مهم شو المادة، كانت بروتون مش بروتون، إتش بلس غيره مش مهم، المهم إشي يحتوي على فلك فارغ، فإذن لا يشترط أن يكون الفلك الفارغ من البروتون. ممكن زي اللي كتبت لكم إياهم قبل شوي، Fe plus 3 أو Fe plus 2 أو CO أو CO2 اللي كتبت لكم إياها، كلها تحتوي على أفلاك فارغة، إذن كلها قادرة على استقبال أزواج، عشان هيك كانت تعتبر حمض. إذن هاي هي القصة تبعت مفهوم صديقنا لويس. النقطة الثانية أبطال، إحنا هون بدنا ندخل بنوع قديم جديد من الروابط. القاعدة بتودي زوج إلكتروني أو أكثر إلى الفلك الفارغ، إذن راح تنشأ رابطة ما بين فلك وزوج إلكتروني. مين فيكم بتذكر شو كانت الرابطة بين الفلك والزوج الإلكتروني؟ أها، شو كانت الرابطة؟ هاي الرابطة كانت رابطة تناسقية. إذن تفاعل الحمض والقاعدة عند العالم لويس ينشئ مركب راح نتعرف عليه، لكن يرتبط برابطة شو؟ تناسقية. لأنه بتصير ما بين فلك وزوج، عشان هيك اسمها رابطة تناسقية. تعالوا نرجع نشوف شو اللي كان يحكي لنا يا صديقنا العالم لويس. طبعا مفهوم لويس من الأول بدي اياكم تميزوا انه هو مفهوم اكثر شمولا من مفهومي أرهينوس برونسدلوري. شو يعني اكثر شمولا؟ يعني اذا أرهينوس شمل مركب واحد حمض، برونسدلوري شمله 10، لويس شمل 100. مفهوم العالم لويس شمل مركبات جديدة ما كنا نعرفها زمان انه هاي المركبات تعد حمض او قواعد، عشان هيك مفهوم لويس أكثر شمولاً. اعتمد المفهوم على انتقال الزوج الإلكتروني أو أكثر لتكوين روابط اللي اتفقنا عليها قبل شوي تناسقية. شو هي الرابطة التناسقية؟ هي إحدى أنواع الروابط اللي بتنشأ بين فلك فارغ زي ما حكيت لكم مع زوج من الإلكترونات غير الرابطة. الفلك بيجي من ذرة في جزيء، والزوج الإلكتروني بيجي من ذرة أخرى في جزيء آخر. فلك مع زوج اسمها رابطة تناسقية، الفلك عند الحمض والزوج عند القاعدة، بيجي القاعدة بتعطيها الزوج. خلينا نشوف مفهوم الحمض. الحمض شوفوا شو تعريفه وفق مفهوم مين، طبعا احنا قاعدين بنحكي مفهوم لويس، هو المادة جزيئات أو أيونات التي لها القدرة على استقبال زوج أو أكثر من الإلكترونات غير الرابطة أثناء التفاعل. إذن مادة بدها تستقبل أزواج إلكترونية، وين بدها تستقبلهم؟ ما بتوقع على الكرسي ولا بتوقع على الكنباية، أكيد بدها تستقبلهم على فلك. حلو، يعني الحمض لازم يكون في عنده فلك فارغ. طيب هل يشترط إنه هذا الفلك يكون جاي من البروتون؟ معقول يكون جاي من البروتون؟ صح، برافو، أحسنت بشار، برافو جدا. مش شرط يكون جاي من البروتون، ممكن بروتون وممكن شيء ثاني غير البروتون. اذا تعالوا خلينا ندونها هاي على شكل استنتاج صغير. بنقول هون الحمض يا جماعه يجب ان يمتلك فلك فارغ، لازم يكون عنده فلك فارغ، ولكن لا يشترط ان يكون هذا الفلك من بروتون، ممكن بروتون وممكن غيره، في شغلات كثيره غيره. هسه مثل ايش في عندنا افلاك فارغه؟
واحد جميع حموض أرهينيوس وحموض برونسيدلوري كلهم ضبط عليهم المفهوم. اثنين بالإضافة لجميع الجزيئات التي ذرتها المركزية BBECSI. شو هي الذرة المركزية؟ عشان إلكوا كمعلومة، الذرة المركزية الذرة اللي بتكون أقل عدد ذرات بالجزيء. يعني لما أجي أقول لكم CO2 زي هيك، أو هاي هم مكتوبين BI3 على سبيل المثال، مين الأقل عدد ذرات؟ هاي الآي في منها ثلاثة، البي في منها واحدة، الأقل عدد ذرات هي البي. فإذا كانت الذرة المركزية اللي هي الأقل عدد ذرات زي البي BECSI، على طول بنحكي عن هاي المادة واحد من حموض لويس. إذن الذرة المركزية الأقل عدد ذرات، شوفوا هون BEF2 BE واحدة والF2 هاي الأقل عدد ذرات، BH3 البي واحدة والH3 إذن هاي الأقل عدد ذرات. فإذا كانت الأقل عدد ذرات اللي هي المركزية BECSI، إذن إحنا بنحكي عن حمض للعالم لويس. حيهم شوفوا كيف بتركزوا لي عليهم كثير. بدنا نفهم إنه البي ترتبط دائما مع ثلاث قطع من المادة. إكس يعني أي عنصر. البي بدها ثلاثة، مثلا بي اتش 3 لها ارتبطت بثلاثة، بي اف 3 مع ثلاثة، بي سي ال 3، بي اي 3، بي او اتش باي 3. هاي بعد شوي بحكي لكم عنها قصة. البي اي ترتبط دائما مع ثنتين، نحفظها مع ثنتين، بي اي اتش 2، بي اي اف 2، بي اي سي ال 2، بي اي اي 2، بي اي او اتش باي 2. السي ترتبط مع أربعة، سي اتش 4، سي اف 4، سي سي ال 4 وهكذا. والاس اي برضو كمان بترتبط مع أربعة، اس اي اتش 4، اس اي اف 4. هاي المركبات ما في داعي انها تنحفظ، هاي اللي تنحفظ. هون نحفظ بس مثال واحد نقيس عليه انه البي يا جماعة بدها ثلاثة، البي اي بدها ثنتين، هيك نقيس قياس. لكن شو قصة هذول الاثنين؟ تيجوا تقولوا لي هذول بيشبهوا القواعد، بقول لكم لا. باجي بقول لكم بتتذكروا بالزمانات قلت لكم على اول المنهاج الكربون يا جماعة لا بناخذ منه ولا بنعطيه. ليش الكربون لا بناخذ منه ولا بنعطيه؟ لانه الكربون بيمتلك روابط شمالها غير قطبية. كربون هيو طلعت العملية مش بس بالكربون، كمان البي والبي اي والسي والاس اي. هاي العناصر لما تيجي تكون روابط تنشئ روابط غير قطبية. يعني بالعربي لو مسكنا اي مادة من هذول حطيناها بالمي يستحيل تنفصل، يستحيل تتأين. افهمكم اكثر. شوفوا يا أبطال، من الخصائص الطبيعية للعناصر B, B, E, C, S, I أنها تكون روابط غير قطبية، ما عليها أقطاب، ما عندها أيونات. C وهذول قرايبها. فمثلاً عند وضع BEOH by 2 في الماء مثلا هاي المادة مسكناها وحطيناها بالماء، فإنها لا تتأين أصلا، ما عندها أيونات، ما هي شمالها غير قطبية. هاي كيف شكلها؟ هاي شكلها هيك، هاي البي إي هون الأو والأو مرتبطة بإتش، وهون أو والأو مرتبطة بإتش. هاي الرابطة وهاي الرابطة تساهمية وشمالها غير قطبية. يعني بمعنى آخر لو فكرنا نحطها بالمي ما راح تنفصل لأو اتش، أصلاً هاي مش أو اتش، هاي ذرة أو مع ذرة اتش، شكلهم بيشبهوا الأو اتش بس هم مش أو اتش أصلاً. فإذا هاي المادة ما كانوا يعرفوها أرهينيوس ولا برونستيدلوري، عشان هيك هي بالنسبة لبرونستيدلوري وأرهينيوس مش قاعدة، ولا كانوا يعرفوها أصلاً إنه إلها علاقة بالحموض والقواعد. لكن لما إجا حبيبنا العالم لويس شو قال؟ قال لويس هاي المادة حمض. طب ليش لويس حمض؟ لأنه البي إي تمتلك أفلاك فارغة، واللي عندها أفلاك فارغة لها القدرة على استقبال أزواج من الإلكترونات. استقبل الزوج أو أكثر من الإلكترونات غير الرابطة، صارت هاي المادة هي حمض. إذن هي حمض مش عشان الأو اتش ولا عشان الروابط،
هي حمض لأنه المركزية البيئية عندها أفلاك فارغة، وامتلاكها للأفلاك خلاها قادرة على استقبال الأزواج الإلكترونية وصارت تعد حمض. إذا نرجع مرة ثانية، هاي العناصر كل اللي أنتم شايفينه حتى الـ BOH-3 أو الـ BOH-2، هاي المواد لها القدرة على استقبال أزواج، فلا تنخدعوا فيها. ترى هاي بتشبه القاعدة القوية اللي هي كانت BAOH-2. هاي قاعدة وقوية حسب مفهوم أرهينو الزمان القديم. لاحظوا في فرق BA BBE، هاي قاعدة، أما هذول الثنتين عبارة عن حمض. هاي تعريف الذرة المركزية، هي الذرة الأقل عدد الذرات في الجزيء أو القادر على بناء أكبر عدد من الروابط. هسه وكذلك الجزيئات اللي بتمتلك شكل هندسي مثلث خط رباعي، هاي مجرد معلومة هيك إلنا خارجية عشان نربط، يعني بمعنى آخر ما في داعي تحفظوها. اللي إلها مثلث خط رباعي هي عبارة عن حموض. شو المقصود فيها؟ الجزيء اللي عنده ذرة مركزية البورون، هذا الجزيء هاي أشكالها بتيجي مثلث مسطح، يعني هذا بيجي شكله هي كبير هون سي ال سي ال سي ال، بطلع شكله على شكل مثلث، مجرد معلومة. خط مستقيم، هاي الجزيئات البي اي شفتوا كيف رسمتها قبل شوي، تيجي على شكل خط. ورباعي الأوجه الكربون والسيليكون، مثلا السيليكون هاي هون اتش 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 اتش، هذا الشكل بنسميه رباعي الأوجه منتظم. بس هي مجرد معلومة، جميعها تعتبر حموض لأن المركزية تمتلك أفلاك فارغة. أنا هذا اللي فهمني ليش حموض؟ لأنه المركزية فيها أفلاك فارغة ولها القدرة على استقبال زوج أو أكثر من الإلكترونات غير الرابطة. هسه في غير هاي الجزيئات، شوفوا كمان أيضا بالحموض، أيضا 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 بالحموض، جميع الأيونات الموجبة العناصر الانتقالية اللي حكيت لكم عنها، مثل أوكي MN بلس 2 ZN بلس 2 PP بلس 2 FE بلس 2 FE بلس 3 CO بلس 2 CO بلس 3 CR بلس 2 CR بلس 3 CU CD BD AG بلس NI بلس 2 SN بلس 2 AU بلس 2 HG بلس 2 ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أحد عشر 12 13 14 15 16 17 شو مالهم هذول؟ هذول بدنا نحفظهم. هسه في البعض بقعد يقول جميع الأيونات الموجبة، لا مش كل شيء الأيونات الموجبة، مش كل الأيونات الموجبة، فقط هذول هم الأيونات الموجبة للعناصر الانتقالية. يعني مثلا لما تيجي تشوفوا NA بلس، هذا مش من حموض العالم لويس. AL بلس 3 مش من حموض العالم لويس. كي بلس هي كلها ايونات موجبه بس كمان مش منهم، فقط هذول. حتى نهول عنا الحفظ، عندي ثنتين من الاف اي، ثنتين من السي او، ثنتين من السي ار. فيفي كوكو كركر، فيفي كوكو كركر بلس 2 بلس 3 كلهم شحنتهم يا بلس 2 يا بلس 3 ما عدا الاي جي هي بلس 1. هسه كلها بتمتلك افلاك فارغه. شوفوا لي سؤال هالوزارة، سؤال وزارة، السؤال فسر يعد أيون Ni بلس 2 من حموض لويس. مش بس Ni بلس 2، لو أجي أقول لكم هذا القلم يعتبر من حموض لويس، تقولوا لي العاد استنى، هذا القلم أكيد عنده أفلاك فارغة، أكيد قادر على استقبال أزواج إلكترونية، يعتبر حمض وفق مفهوم العالم لويس. فهيك صارت الفكرة، يعني لما تسمعوا حمض لويس تذكروا الفلك واستقبال أزواج. شكرا، هذا كل اللي بدور عليه. إذا ليش يعد؟ لأنه قادر على استقبال زوج أو أكثر من الإلكترونات غير الرابطة من المادة الأخرى أثناء التفاعل. بيقدر يستقبل زوج أو أكثر من الإلكترونات أثناء التفاعل، والمادة القادرة على استقبال الأزواج الإلكترونية تعد حمض وفق
مفهوم لويس. يعني لاحظوا لما فسرنا احنا اعطيناهم التعريف، عشان هيك بضل اقول لكم التفسير، اعطوا التعريف واحكوا اللي بدكم اياه بعدين. هسا الحمض قادر على استقبال زوج او اكثر من الالكترونات، طب اللي بدي يعطي هالازواج الالكترونيه شو بدي يكون؟ صح، القاعده. القاعده وفق مفهوم لويس هي الماده، جزيئات او ايونات لها القدره على منع زوج او اكثر من الالكترونات غير الرابطه في التفاعل. يعني لازم يكون عندها ازواج كقاعده تعطيهم للحمض اللي عنده الفلك. تعالوا خلينا نشوف مثل ايش؟ مثل اول شيء جميع قواعد ارهينوس وقواعد برونسد لورين. جميع قواعد ارهينوس وبرونسد لورين طبق عليهم التعريف. بالاضافه الى جميع الجزيئات اللي ذرتها المركزيه سبون، اس بي او ان، سبون. مثل الN ترتبط دائما مع ثلاثة، NH3، NF3، NCl3. الP زيها بترتبط مع ثلاثة، PH3، BF3، BCl3. الO بترتبط مع ثنتين، OH2. OH2 وين شايفها هاي؟ وين مر علي؟ وين سمعها؟ صح، برافو، هاي هي المي H2O. ايش المي؟ المي طلعت، دقيقة، المي شو طلعت معنا؟ قاعدة. المي طلعت مع القواعد. شو يا لويس؟ المي قاعدة؟ طلعت الحلقة الأخيرة عن لويس المي قاعدة، مرمطوها للمي. أول واحد أرهينوس قال عن المي مذيب، إجو برونسد لوري لا، المي عبارة عن حمض والمي قاعدة. أجو لويس ولا بقول قاعدة؟ أنتوا بتيجوا بتسألوني طب المي شو نسويها آخر شو نحطها المي، حمض ولا قاعدة؟ بحكي لكم حسب أي مفهوم. إحنا بالدنيا ما بنشتغل على مفهوم واحد، بنشتغل على المفهومين، على برونسد لوري وعلى لويس. بالحل، بالرياضيات، بالتعويضات والقوانين، احنا بنشتغل على برونسد لوري. حسب المفهوم بنشتغل على لويس. بالوزاره ما بيجي سؤال بقول لكم هل المي تسلك بالتفاعل حمض ولا قاعده؟ بيجي بحدد لكم وفق مفهوم فلان، يعني بحدد لي اي عالم. هسه هون هاي معلومه ثانيه النا برضو، هاي زياده. اي جزيء يمتلك شكل هندسي منحنى زاويه زي الاو والاس، هذول بيجوا هيك على شكل منحنى، انحنى وبمقدار زاويه، هون بتكون الاو، هون الاتش، هون الاتش. معلومه النا هاي بس مش اكثر. هرم ثلاثي الان والبي، هرم ثلاثي الاوجه بتكون هون الان، هيك رابطه 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 رابطه، هاي بنعتبرها قواعد. هسه قدر العالم لويس يوضح تفاعل بين الحمض والقاعده، ولكن الناتج يسمى ايون معقد أو ما يسمى معقد لويس، وهاي لا تعتبر حمض ولا تعتبر قاعدة. ولتحديد الحمض أو القاعدة نختار من المواد المتفاعلة فقط. هاي شرحها إن شاء الله راح أعطيكم إياه بالحصة القادمة حبايبي. بشوفكم إن شاء الله بالحصة الجاي إن الله راد. احفظوا لي مفهوم كامل لويس، شو اللي حكيناه عن الحمض وعن القاعدة، وخلينا على تواصل، والواجبات خليها معنا. نشوفكم على خير إن شاء الله الحصة الجاي. Thank you.